صباح الورد والنهار على صباح. صباحكم ورد وفل وياسمين. مرحبا بكم معنا من جديد على جوهر اف ام وقيت معرض الصحافه الالكترونيه التونسيه. باش نبدا مع سيت باب بنات ومقال يرجع لبرنامج التاسعه مساء اللي تعدى على قناه التونسيه البارح في الليل. عنوان المقال: قاضي بالمحكمه الاداريه يقول اربع وزراء في الحكومه يتقاضون راتبين في عمليه اهدار المال العام. القاضي احمد سواب قال لي ثم اربع وزراء خلصوا في زوز شهريات لمده باهيه، شهريه وزير وشهريه نائب في التاسيسي، واللي ثم مراسله سريه تم توجيهها لرئيس المجلس الوطني التاسيسي سي مصطفى بن جعفر لاعلامه بالحكايه. موضوع فلوس التاسيسي عامل بعمايله المده هذه، واللي يعجبك معناتها كل مره تسمع حاجه جديده واغرب من اللي قبلها. الأربع وزراء هذوما يضربوا في زوز شهري، كل واحد ما أقلش من 4 ملايين، معناتها حطوا لهم الزوز 8 ملايين، كل واحد كي نضربوهم في الأربع يجيو 32 مليون، 32 مليون كل شهر لمدة باهية زادة، معناتها مش شهر ولا شهرين. سي مصطفى بن جعفر تجيه مراسلة سرية ويطفي الضوء، أبارامون معناتها اللي في بالهم بالحكاية هذه يطفيوا الضوء، والوزراء بيداهم بطبيعتهم يضربوا الفليسات ويطفيوا الضوء، ولا بالكش معناتها يخلصوا في زوز شهري وهما ما في بالهمش. هذه اللي سميوها شكشوكة الشفافية المالية مخلطة هكا بشوية شرعية ومفوحة بزوز شهري في عوض شهرية. في التونسية تقرأ والسيشيل ترفض تسليم صخر الماتري إلى تونس. وزير خارجية السيشيل قال في تصريح الراديو فرنسا انترناسيونال، قال اللي بلاده ما هيش باش تسلم صخر الماتري لتونس على خاطر ما ثمش اتفاق لتسليم المجرمين بين البلدين. وقال السيشيل بصدد درس طلب اللجوء اللي تقدم به سهر المخلوع بعد ما تم منحه حق الإقامة لمدة عام في السيشيل. البارح وزير الخارجية متاعنا سي عثمان الجارندي اتصل هاتفيا بوزير الخارجية السيشيلي اللي عاود تقريبا قالوا نفس الكلام هو بيده. صخر الماتري قطر قبل معناتها كي كان فيها ما حبتش تسلمه لتونس، بعد مشى للسيشيل ما حبتش تسلمه لتونس، السعوديه ما حبتش تسلمنا بن علي، الكندا ما حبتش تسلمنا بن حسن الطرابلسي، الدول هذوما وغيرهم ما حبوش يرجعونا الفلوس المنهوبه واللي هي عندهم في البنوك نتاعهم. دونك اليوم نفهموا علاش كي جينا يخت قد وقد الفلوكة معناها يمشي يتصور معه رئيس الحكومة بكله والمسؤولين اللي معه، وتفهموا عليه زادا كي جينا شيك من لبنان يتصور معه رئيس الجمهورية ويعملوا ندوة هكا صحفية وكذا، وكان لزم يحطوه مع الشيك هذا في معرض يجيوا التوانسة الكل يتصوروا معه. هذا إن دل على شيء يدل على علاقاتنا الطيبة بالدول وعلى قيمة الدبلوماسية متاعنا. ونختم ونكمل مع البزنس نيوز ومقال عنوانه السيارة اللي هزت اللي قتلوا شكري بالعيد على ملك البحر جلاسي. حسب المقال في البزنس نيوز، استفات اللي هربوا فيها القتلة المفترضين للشهيد شكري بالعيد على ملك البحر جلاسي رئيس حزب الانفتاح والوفاء. البارح عيطول وحقوا معه في المحكمة الابتدائية بتونس بعد ما تحصل القاضي التحقيق على شريط فيديو صور عملية هروب اللي قاموا بالاغتيال بعد ما هربوا على الفيسبا الشهيرة. طلعوا من بعد في استفات كي تبعوها بالارقام المنجميه نتاعها استفات هذيا عرفوا اللي هي على ملك البحر الجلاسي. دونك الحقيقه قريت المقال خممت ما لقيت ما نعلق معناه. يطلع منه سي البحر الجلاسي هو عنده مده راك شك وما سمعناش حسه، بنقولوا الايام هي اللي تتكشف لنا شنو هي الحكايه بالضبط. اما سي البحر الجلاسي اش دخلك في الاغتيالات معناها، خليك في الفتيات القاصرات في بالنا هذاك دومينك. صباح الورد والنهار على صباحه.